نجوم غريبة ظهرت فجأة وبشكل مثير للجدل، وكأنها إيد اتمدت من السماء السبعة لسماء الأرض علشان تكشف سر من أسرار الكون. تعالوا نقول لكم إيه حكاية الظاهرة دي واللي حصلت ومعناها إيه. كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. كاميرا الطاقة المظلمة DE-CAM واللي بتتبع تلسكوب فيكتور إمبلانكو التقطت صورة غامضة جدا، وهي عبارة عن إيد شبحية تمتد من داخل درب التبانة في اتجاه مجرة بعيدة. الشكل ده في الواقع عبارة عن متكورات مذنبة وتعرف رسميا باسم CG4، والمتكورات المذنبة دي بتمثل فئة فرعية صعب اكتشافها مما يسمى به كريات بوك، وهي عبارة عن سحب معزولة وكثيفة من الغاز والغبار محاط بمواد ساخنة متأينة وفقا للي قاله علماء الفلك. على الرغم من اسمها، فالمتكورات المذنبية دي ملهاش اي علاقة بالمذنبات، ولكنها اكتسبت اسمها في الواقع من حقيقة ان السوديم ده تم سحب المواد منه بعيد، وده ادى لتكوين ديل طويل جدا يشبه الذيل المميز للمذنب. وبالرغم من محاولات العلماء الا ان المتكورات المذنبة غامضة لحد كبير. العلماء افترضوا ان الكريات المذنبة ممكن تنشأ عن طريق الرياح النجمية اللي بتتدفق من النجوم نجوم الساخنة الضخمة المحيطة بها، أو من المستعرات الأعظمية اللي بتحصل مع فناء النجوم دي. الظاهرة دي موجودة على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض داخل مجرة درب التبانة، وممكن رؤيتها في كوكب الكوثل. وتم التعرف على المتكورات المذنبة لأول مرة في عام 1976 من خلال صور تم التقاطها باستخدام تلسكوب شميدت البريطاني في استراليا، لكن كونها باهتة وزيولها مغطاة بالغبار النجمي اللي بيمنع الضوء من المرور خلالها، وبيخليها أهداف صعبة بشكل خاص للتصوير الفوتوغرافي الملون. سوديم CG4 شكله شبه المذنب، ليه رأس كثيف بيتكون من الغاز والغبار، وقطره حوالي 1.5 سنة ضوئية، ولديل ممدود باهت يبلغ طوله حوالي 8 سنين ضوئية. وبتحتوي السحابة دي على ما يكفي من المواد لتكوين عدة نجوم بحجم الشمس. وعلى الرغم من كونها محاطة بالسرية، إلا أن كاميرا الطاقة المظلمة تمكنت من رصد الظاهرة دي، وده بفضل مرشح هيدروجين ألفا اللي بيلتقط التوهج الخافت للهيدروجين المتأين. العلماء بيوضحوا ان استخدام مرشح الهيدروجين ألفا الخاص بيمكن لCE-CAM التقاط التوهج الأحمر الخافت للهيدروجين المتأين واللي موجود داخل رأس CG4، وبيتم إنتاج الضوء ده لما الهيدروجين بيكون مثار بعد تعرضه للإشعاع من النجوم الساخنة الضخمة القريبة. ومع ذلك الإشعاع المكثف الناتج عن النجوم الضخمة المجاورة بيدمر رأس المتكورة تدريجيا. علماء الفلك لاحظوا ان المتكورات المذنبة في جميع انحاء مجرة درب التبانة والغالبية العظمى منها، وكمان CG4 تم العثور عليها داخل رقعة ضخمة من الغاز المتوهج تسمى سوديم الصمغ. وعلى الرغم من ان المتكورات المذنبة موجودة في جميع انحاء مجرة درب التبانة، الا ان منطقة خاصة تعرف باسم سوديم الصمغ تضم حوالي 32 من الهياكل دي بما فيهم CG4.